الحمد لله رب العالمين. يا رب لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مظلوما الا غفرته، ولا ظالما الا قهرته. واشهد ان لا اله الا الله. اذا دخل اهل الجنه الجنه نادت الحور العين عليهم وقلنا نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الخالدات فلا نبيد، نحن المقيمات فلا نظن، نحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. يا رب يا رب نوح الحمام على الغصون شجاني، ورا الرسول صبابتي سبكاني. ان الحمام ينوح من خوف النوى، وانا انوح مخافة الرحمن. ان الحمام ينوح من خوف النوى، وانا انوح مخافة الرحمن. انا ان بكيت فلن الام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من رضا النيران. ارحم تضرعه الي، ارحم تضرعه اليك وحزنه، وامنن عليه اليوم بالغفران. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال طفلا، وكان بين الاطفال مثلا. اقام المجتمع على الطهارة والصفاء، ولذا قال في حديث جامع: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. سيدي يا ابا القاسم، يا رسول الله، جاء المسيح مبشرا ومحدثا عن وصف جودك، رافعا ذكراك، وشفيت بالاسقام من امراضه، وملأت كل الارض من جدواك. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هفت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، وهو العزيز الغفور،
ايها السادة الاعزاء، مع الدرس 67 والمئة انتقل بحضراتكم اليوم لنعيش لحظات مع سيدنا رسول الله. لقد صرفنا الاضواء فيما مضى عن شخصيات دخلت التاريخ من حياة رسول الله. امه امنة، جده عبد المطلب، عمه ابو طالب، زوجة ابي طالب فاطمة بنت اسد، مرضعته حليمة السعدية. ولقد رأيت من الوفاء ان اقدم كلمة اليوم عن ام الوفاء. اتدرون من هي؟ انها خديجة. انها خديجة. وما ادراك ما خديجة؟ اسم ملأ كل مكان واستغنى عن التعريف لابن فلان. خديجة ما هي؟ وما ادراك ما هي؟ خديجة هي المرأة الوحيدة على وجه الارض التي وصلها السلام من الله رافع السماء بلا عمد. نزل الامين جبريل على الامين محمد ذات يوم وقال له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. الله الله. يرسل سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء على رسول الارض والسماء ليبلغ خديجة من ربها السلام والسماء على قدر اهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. يا معاشر الاخوة، اذا كنا عشنا مع النبي وهو يتيم فتعالوا نعش مع النبي ليلة زفافه على خديجة. خلق الموت والحياة، الحياة مزيج من الكره والسرور، فما من كاتب الا ويقنى ويفتي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة ان تراه. هي الايام، هي الايام لا تبقي عزيزا، وساعات السرور بها قليلة. اذا نشر السرور عليك نجم واشرق فارتقب يوما افولا. ما قصة زواج سيدنا محمد بامنا خديجة رضي الله عنها؟ ايها المسلمون الافاضل، جاء صيت النبي بانه الصادق الامين. الصادق الامين، صدق وامان. اذا حل في مجتمع غفرفت عليه رايات السعادة والبسه الله لباس العز والشرف، فاذا رحل الصدق والامانة من مجتمع اذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذا ما نعانيه، هذا ما نعانيه. الصدق يتيم بيننا
والامانة تصيح باعلى صوتها، ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني. ايها الاخوة، وعلمت خديجة بصدق الرسول وامانته، فارسلت اليه ليعمل تاجرا في مالها، وارسلت معه غلاما لها يسمى ميسرة. ولعل ميسرة كان هناك حكمة من ارساله مع سيدنا الجليل محمد ليمثل لخديجة الصورة الكاملة عن حركاته وسكناته. وتوجه الحبيب الى بلاد الشام متاجرا، وعاد، عاد رابحا، عاد موفور الكرامة، عاد مرفوع الهامة، عاد عزيز النفس كريم الجانب. واخذ ميسرة يقص على خديجة ما رأى، ويا عجبا لما رأى. لم يحلف محمد ابدا في بيعه ولا شراء، كان سمحا. لم يعرف تصفيف المكيال ولا الميزان، كان وفيا. والذي ادهش ميسرة ان محمدا اثناء عودته الى مكة والشمس تضرب وجه الارض بصياف حامية وقد سال منها لعاب كالمهل يشوي الوجوه، اذا بسحابة تظلل محمدا. سحابة تظلله اينما حل وحيثما صار، سحابة انها العناية، واذا العناية لاحظت عيونها لم المخاوف كلهن امان. ومن اولى من محمد بالعناية والوقاية من حر الشمس، وعرضت الصفحة كاملة كما وضع التقرير كاملة امام خديجة بنت خويلد، واذا بها وهي العاقلة الاريضة التي فرق بابها عظماء الرجال لتكون لاحدهم زوجة، ولكنها اغلقت الابواب امامهم لانها رأت انهم طلاب مال خديجة وليسوا طلاب خديجة ذاتها، واذا بخديجة تصير صديقة لها تسمى نفيسة بنت بنية الى حبيب محمد، وتقول لها يا نفيسة اخطبي لي محمدا ليكون لي زوجا. تخطبي لي محمدا. ما هذا؟ انها الصدق، انها الامانة، انه الصادق، انه الامين. القليل في يديه كثير، والكثير في يديه اكثر. نظرته الى الحياة امل، وكلمته الى الدنيا جلل وحدث. اخطبي لي محمدا
نعم محمد الذي يعمل في مالها تخطبه لنفسها، واي شيء في هذا؟ اليست هي السيدة القرشية الحسيبة النسيبة؟ اليست هي العاقلة الوفية الامينة؟ ولم لا تخطب محمدا؟ انها عندما يصير محمد لها زوجة انما هو زواج المبادئ، هو الصادق الامين وهي العفيفة الطاهرة. وذهبت نفيسة الى سيدنا الجليل وكان عنده من العمر يوم ذاك 25 سنة، وكان عند خديجة من العمر يومها 40 سنة، وفارق السن بينهما 15 عاما، ولكن الرسول لم ينظر الى فارق سنها، انما نظر الى عقلها وخلقها وقلبها ونفسها. اسمع اسمع الى ما قاله سيد الانبياء وهو يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة. ثم بعد ذلك يحولنا الى صحيفة السوابق للزوجة الصالحة لنستخرج الفيش والتشبيه من هناك، فيقول: اذا نظرت اليها صرت، واذا امرتها اطاعت، واذا اقسمت عليها اضرت، واذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك. خير ما استفاد المسلم بعد تقوى الله. وكان لداود عليه السلام دعاء يقول فيه: اللهم اني اسألك اربعا واعوذ بك من اربع. اسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة تعينني على امر ديني ودنياي، واعوذ بك من اربع: اعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويتمتع به غيري، واعوذ بك من جار سوء اذا راى مني شرا اذاعه واذا راى خيرا انكره، واعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، واعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. لا اله الا الله، لا اله الا الله، كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقوا زوجا تشيبني قبل المشيب. ايصل الامر الى هذا الحد واكثر من هذا؟ اذا شاف شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيبه، فلما راى قميصه قد من دبر قال: انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم، انه من
لم يقل انه كيد كن، انما قال من، ومن تفيد التضعيف والتجسيد. انه جزء يسير من الكيد، اما الكيد فانه عظيم. زوجة تشيبني قبل المشيب، نعم تشيب نواصي الاطفال. اذا نظرت الى الزوجة الصالحة فرت، لا تسرك بجمال وجهها، فالجمال زائل، الجمال زائل كأنه ربيع الورد، الجمال زائل كأنه أنفاس الفجر. أما المعاني والمبادئ فإنها باقية، ولقد ظلت النساء عندما ذهبنا إلى صالونات الحلاق ونسينا جمال الواحد الخلاق. ظلت النساء، وانا من هذا المكان ارسلها صريحة، ارسلها صريحة في وضن الامة التي غرت لما حاربت ربها. اقول بصراحة ان هناك تحريضا صريحا على تحريض النساء على التمرد على البيوت. هناك تحريض للنساء ان يتمردن على البيوت وعلى الازواج، تحريض. هناك ضرب بالمفارق فوق الرؤوس بعنف. هناك تعليمات تقول للنساء ايتها الفتاة اذا تزوجت فعليك ان تعملي حسابك للطلاق، لا تتزوجي للزواج ذاته، انما تزوجي لتطلقي في يوم من الايام. بينما الحبيب محمد يقول تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز له عرش الرحمن. اصبحت البيوت تدور عجلاتها ذات الشمال. لماذا؟ تحريض للنساء على هجر البيوت. يقول فلاسفة مصر المنحرفون ان المرأة الجالسة في بيتها بليدة الحس، بليدة الحس. المرأة الجالسة في بيتها، يقول فلاسفتنا المنحلون للنساء يا سيدتي تعلمي لتتوظفي، فان الرجل لا امان له ولو طالت عشرته. الرجل لا امان له ولو طالت عشرته، والمال لا امان له ولو كثر، والسلطان لا امان له ولو قرب منه، والدهر لا امان له ولو صفى. فحريض للنساء على التمرد في البيوت. يا سيدتي الوظيفة سلاح في يديك، حتى اذا اساء زوجك ادنى اساء فعليك ان تضرب الباب في وجهه وتغادر البيت الى المحكمة على جناح الصلع. يا رسول الله، داويت مستئدا وداووا قفرة، واخذت من بعض الدواء الداء. يا حبيب الله، ده ليس لهم من الاخلاق ركنا
تعالوا عقنة العظم الطوابة ولو حفظوا سبيلك كان نورا وكان من النحوس لهم حجابا. ان طريق التربية عندنا يشرف عليه قوم لا يعرفون الله ولا يعرفون رسول الله. اقولها ولقد قلتها وسأظل اقولها الى ان يصلح الله حالنا. ان الذين يقومون على شؤون التربية عندنا قوم صنعت رؤوسهم في لندن وفي واشنطن وفي باريس وفي موسكو وهم ابعد الناس عن الله ورسوله. نعم يا رسول الله. خطبت خديجة رسول الله لنفسها. فماذا حدث ليلة الزفاف؟ ايها السادة الاعزاء، نحن الان مدعوون لحضور حفل زفاف الحبيب. الان يقترب وقتنا من بيت الحبيب. ماذا حدث ليلته؟ ماذا حدث ليلة زفاف النبي على قديم؟ هل صفت كؤوس الخمر؟ هل احتجزت الجموع؟ هل كان هناك في حفل الزفاف خروج على حدود اللياقة والأدب؟ لا، ما شربت خمرا وما عتفت الأوتار وما رقصت الراقصات وما غنت المغنيات، وكان ذلك قبل البعثة المشرقة، ومع ذلك حفظه الله طول حياته. كان محفوظا بالعناية من مهده الى لحده، من طفولته الى شيخوخته، من مولده الى وفاته. كان محفوظا بالعناية. ما جلس على مائدة خمر، وما قعد يلعب الميسر، وما وعد البنات، وما قتل، وما اقترف حراما ولا فاحشة، انما كما قال له ربه وانك لعلى خلق عظيم. كل ما حدث ليلتها خطاب لأبي طالب، ألقاه ليلة الزفاف. اسمعوه، قال أبو طالب: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعل لنا بيتا محجوجا وبلدا حراما، وجعلنا الحكام على الناس. اما بعد، فان محمد ابن عبد الله ابن اخي لا يوزن به سفا من قريش الا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا، وان كان قليل المال فالمال ظل زائل وعارية مسترجع. وان لمحمد رغبة في خديجة ولها فيه مثل ذلك، وما طلبتم من الثبوت فعليه. كلام طيب وليلة طيبة. اما افراحنا فاسراف وخروج وخمر ورقص واوطار
وشيطان يعشش في ليلة الزفاف، ودخل الحبيب بخديجة وعاش معها 25 سنة عيشة راقية لا تسمع فيها نابية. ويأتي خديجة فخرا ان اسجل لها موقف الوحي، لاول مرة يلتقي نور الصحراء بنور السماء، لاول مرة يدخل النبي على خديجة بعد غار حراء ويقول لها زملوني زملوني لشدة ما اصابه من جلال الوحي. فماذا قالت له؟ لو ان امرأة غيرها لشكت في امره واتهمته وغادرت بيته على جناح السرعة، ولكن اول كلمة قالتها خديجة لرسول الله قالت له والله لا يخزيك الله ابدا ابدا. لماذا؟ هذا حكم صدر من محكمة خديجة، حكم صدر من المحكمة الخدجية للحبيب محمد. ولكل حكم حيثيات، فما حيثيات هذا الحكم؟ الحيثية الاولى انك لقصر الرحم. قلب العقل قليلا في هذه الحيثية. قصر الرحم، هل هناك زوجة الان على وجه الارض تصر من زوجها اذا رأت فيه خيرا لاهله؟ تقول الرحم، لو ان الانباء رامت الى سمع زوجة بان زوجها قد صار امهم لا وقفته امام المحاكمة واصدرت امرها بالطرد من البيت فورا. امه التي قال فيها الحبيب المصطفى والداك جنتك وماؤك، لو ان زوجة علمت من نساء اليوم من نساء الاتيكيت والبروتوكول، من نساء الصالونات، من نساء قاسم امين، اللائي نسين تعاليم ابي القاسم الامين، لو ان احداهن علمت بان زوجها يصل ارحامه لقامت الدنيا ولا تقعد، ولكنها قالت له لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم. وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكتب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الضهر، وهي التي نزل الوحي في بيتها: يا ايها المدثر قم فانظر وربك تكبر وثيابك فطهر والرزق فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. وهي التي نزل الوحي في بيتها: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهي التي أنجبت منه القاسم وعبد الله
وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وهي التي يوم ماتت حزن عليها الحبيب حزن وظل حزينا الى ان نزل عليه الامين جبريل وقال له ربك يقرئك السلام يا رسول الله ويقول لك لا تحزن فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. خديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. ولقد امتد وفاء الرسول لها وهي تحت اطباق الصراخ يوم دخل مكة فاتحا في العام الثامن من الهجرة. قالوا له في اي مكان تنزل يا رسول الله؟ اتنزل في دارك؟ فقال وهل طرقوا لي دارا؟ اقربوا لي خيمة امام قصر خديجة. انه الوفاء وهو نبي الوفاء. ايها السادة الاعزاء، هكذا حضرنا زفاة خديجة، وهكذا حضرنا وفاة خديجة. فبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. عليك صلاة الله وسلامه يا رسول الله، يا خديجة عليك رضوان الله، سلام عليكما، سلام عليكما يا من أضعتما جنبات الحياة بنور الهدى. سلام عليك يا قاسم ابن محمد، سلام عليك يا عبد الله ابن محمد، سلام عليك يا زينب بنت محمد، سلام عليك يا رقية بنت محمد، سلام عليك يا ام كلثوم بنت محمد، سلام عليك يا فاطمة يا ريحانة رسول الله، سلام عليكم اهل البيت ان الله بكم رؤوف رحيم، سلام عليكم ورحمة الله الى ان نلقاكم على حوض رسول الله لنشرب بيده الكريمة شربة ماء لا نضمر بعدها ابدا. سلام عليك يا اكرم بيت في الوجود يا بيت رسول الله، سلام عليك يا اطهر مكان في الوجود يا مكان رسول الله، سلام عليك يا اشرف اسرة يا اسرة رسول الله. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. واقول ايضا: كل ابن ادم خطار وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين،
واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، واذهب بحضراتكم اليوم الى احد المصانع الالهية، الى مصنع البروتينات، لارى اقسام هذا المصنع. تعالوا الان لنقضي هذه الرحلة المباركة في زيارة لمصنع يعمل داخلنا. هذا المصنع هو الذي يوزع اهم المواد التي تكون خلايانا الحية، البروتين. البروتين في اللغة اليونانية هو الشيء ذو الأهمية الأولى. وإذا كانت الخلية الحية بغشائها ونواتها وما تحتويه من السيتوبلازم والبروتوبلازم تتكون من عناصر شتى كالليبيدات والسكريات والحديد والنحاس واليود والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم ومركبات الكبريت، فإن أهم هذه العناصر هو البروتين. من الذي يصنعه؟ الله. من الذي يوزعه؟ الله. البروتين ذلك العنصر المهم في تكوين الخلايا. نتوجه الى المصانع التي توزعه فنرى اقدامها مكتوبا على بابها: انا مخلوقة للواحد الديان. توزيع بحكمة. القسم الاول يدخل في تكوين المركبات ذوات الاشياء المتنوعة: الشعر، امثال الدم، الانزيمات، الهيموجلوبين، العضلات. هذا هو القسم الاول من اقسام البروتينات التي يقوم بتكوينها، وهي اجزاء ذوات تراكيب متنوعه: شعر، وامثال دم، وانزيمات، وهيموجلوبين، وعضلات. فاذا ما انتقلت الى القسم الثاني رأيت البروتين يلعب دورا مهما في مصانعنا داخل انفسنا، يقوم بدور الحافز المهم للعمليات الفسيولوجية والحيوية وبعض الهرمونات، التي تنشط هذه العمليات. فاذا انتقلت الى القسم الثالث من اقسام وظائف البروتين رأيته يقوم بصيانة ونمو جميع الكائنات الحية. قسم الصيانة وقسم النمو. صيانة يصون وينمي. هل وقفت عجلة التصدير او الاستيراد ذات يوم في جسمك يا ابن ادم؟ صيانة ونمو. فاذا ما انتقلت الى القسم الرابع وهو قسم التزويدات، رأيت البروتين يزود الجسم بثمانية احماض امينية.
ثمانية احماض اميلية تقوم بصنع الخلايا، ثمانية احماض. ولولا ان الله خلق البروتين ما انتج الجسم من الاحماض الامينية الا جزءا ضئيلا لا يكفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أنا عايز أسمع منك الصلاة على الحبيب. لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها وصبر عليها إلا كفر الله بها من خطايا. شوفوا الفيش التسبيب تحت رجل محمد، وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. الفيش التسبيب تحت سيدنا ايوب، انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. اواب يعني تواب، يعني كثير التوبة والاستغفار. ايوب ايوب النبي العظيم ظل 18 عاما مريضا. 18 سنة وهو مريض. المرض بتاعه كان عبارة عن آلام في المفاصل وعجزته عن القيام. آلام في المفاصل. امال يا اخويا الناس اللي ماسكين رباب وعمالين قاعدين على المصطبة ويقعد يقول لك وبنت عمه على البلاوي صابرة وبنت عمه من اصول الطيبين، لا سكت منه ولا الخالي ضرة، ومش عارف والدود كان بياكل في جسمه ودودة جت على لسانه، وبعدين لما نزلت الدودة حطها تاني وقال لها خد رزقك كامل.
الكلام ده كلام قاضي لا يليق بمقام الانبياء، لان مرض الانبياء مرض لا ينفر العباده منه. مرض الانبياء، الانبياء اذا مرضوا يمرضون بامراض لا تنفر العباده منه. يبقى لا كان فيه توت، ولا كان فيه ما يشوش جسمه، ولا كان فيه ما ينفر الناس منه، انما كل المرض كان عبارة عن الام في مفاصله اللي احنا بنسميها الروماتيزم. نتوحد الله لا اله الا الله. 18 سنة وهو راض، وهو راض، وهو ممتثل لله. وربنا سبحانه وتعالى يقول لابن ادم يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: وكيف اعودك وانت الله رب العالمين؟ فيقول الله: مرض عبدي فلان فلم تعده، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عندك. عيادة المريض لا اجر فيها عند الله. قل من تمشي لتزور المريض فان الملائكة تزفك وتقول لك: طبت وطاب ممشاك وبوئت مكانا في الجنة. قل من تماشي، الملائكة بتنادي عليك وبتقول لك: طبت وطاب ممشاك وبوئت مكانا في الجنة. والنبي قال ايه؟ النبي قال: عائض المريض في خرطة الجنة حتى يعود. يعني اللي رايح يزور مريض يمشي بين اشجار الجنة الى ان يعود الى بيته. ولذلك سيدنا النبي علمنا آداب زيارة المرضى. أنا عايزك قبل ما تعرف الآداب تسمعنا الصلاة على خير العباد. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نعوض المرضى. تدخل على المريض تقري السلام، تستأذن وتقري السلام، استئذان واجب. تعرف لو حتى الواحد داخل على والدته يستأذن. النبي لما سئل: يا رسول الله أستأذن عندك دخولي على أمي؟ قال: نعم. قال: إنها أمي. قال: أتحب أن تراها عارية؟ قال: لا. قال: إذا فاستأذن. بأدب النبي، بأدب النبي ودي أخلاق النبي، دي حضارة النبي. داخل على أمه استأذن. أمي، قال له: أنت تحب تشوف عيالك؟ قال له: لا. استأذن عشان إذا كانت نايمة تتعدل، إذا كانت متعرية تتغطى، وهكذا. بأدب الإسلام، بأدب الإسلام، مش الأداب بتاعت حمامات السباحة وشواطئ البلاد والمحاضرات والاختلاط والمواصلات. لا، ده ادب النبي. الاخلاق العاليه، اخلاق سيدنا محمد. ده مره سيدنا عمر بن الخطاب نايم بعد الظهيره، نايم خالع الجلابيه ونايم بقميص النوم، له ابن صغير طفل دخل قبل ما يستاذن. دخل عليه الاوضه وعمر نايم بالقميص، ما كانش يحب ابنه يشوفه بالقميص. دخل سيدنا عمر لما شاف ابنه الصغير اللي لم يبلغ الحلو داخل عليه من غير استئذان، دعا عمر ربه وقال: اللهم انزل لنا حكما تعلم فيه اولادنا الاستئذان علينا. ولبس هدومه وراح للنبي عشان يصلي مع النبي العصر. اول النبي ما قبله قال له: لقد نزلت يا عمر.
يا سلام يا سلام. قبل ما يوصل عمر كان جبريل وصل، كان جبريل وصل بيقول ايه لما احنا الصلاة على الحبيب: يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث اوقات دول، وقت الظهرية بتبقى الناس نايمة، ابنك الصغير عشان يدخل عليكم وانت نايم يستأذن، بعد العشاء بيبقى الناس نايمة، ابنك يدخل عليك يستأذن، قبل صلاة الفجر بتبقى الناس نايمة، ابنك يدخل عليك يستأذن. ولذلك ربنا سمى الأوقات الثلاثة دي ثلاث عورات لكم. ثلاث عورات. يعني حتى اللي عايز يزور واحد ما يبقاش يختار وقت من الأوقات دي. يعني ما روحش قبل الفجر ويخطط على الباب يقومه مفزوع، ايه يمكن يقول لك هيقضوا عليا. طب وعليك؟ ها؟ وبعدين وقت الظهيرة، واحد عايز يتغدى، واحد عايز ينام، ما يروحش بقى يخطط على الباب واتفضل يا فلان. لا. بعده بعد العشاء بيبقى الواحد خلاص ممتثل من النوم، لان النبي كان يقرأ الثمر بعد العشاء. الثمر يعني الحداويت والحكاوي، كان النبي يقرأ الكلام ده بعد العشاء، لان من اكل بدري ونام بدري عاش طبيبا ولم يدري. وحد الله مسلم لا اله الا الله. شوف الناس بتوع زمان، من اكل بدري ونام بدري عاش طبيبا ولم يدري. انما اللي ياكل الساعة 2 بالليل وينام، ما هو لابد يحلم بكرابيس كبسة على نفسه. يقول لك ده انا طول الليل في كابوس كان هيموتني. طب انت اكلت ونمت، وبعدين لقمة الليل دي لقمة تكون خفيفة. يعني لقمة العشاء تكون خفيفة عشان انت هتمتثل للنوم بعد كده. الجهاز الهضمي يشتغل فرنسي، ما تكربجوش، ما تخلوش يمشي بسرعه 100 كيلو بالساعه، تخليه يمشي على ذهن. انما ما الواحد ما يكونش بقى حي محض فنجان ويقول لك انا كنت مكبوت. ده انت مش مكبوت صغار، ده انت عايز كباب. ولذلك قال كمان: قالوا من اراد الشفاء فليعرض نفسه قبل النوم على الفلاة. يعني قبل ما تنام تروح تبصر قبل الكلام الحلو عشان تنظف الجهاز الفولي وتلم الداح. لما الداح: من اراد الشفاء فليعرض نفسه قبل النوم على الفلاة. وبعدين الناس اللي كانوا بيعملوا بهدي النبي ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه لم يشعروا بمرض. الواحد كان يبقى عنده 120 سنة وما راحش لطبيب اسنان عشان يخلع دم، لانه تبقى زي الظلم يمدها كاملة وهو عنده 120 سنة. وكان يقوم يصلي الفجر حاضر ضروري ضروري، عنده 120 سنة بعد ما يسمع الصلاة خير من النوم. يقول في الجامع النهارده الشاب يبقى عنده 20 سنة ما يقومش الا الساعة 8 او 9 صباحا، وايه ويقوموه بالونش. قوم يا الساعة كام دلوقتي؟ قوم الساعة كام؟ ايوه ما هو انت طول الليل سهران مع عبد الفتاح المدفوني، ما انت طول الليل سهران مع راجل مفيش منه وتتفحرق مواقفه ويا عالم لسه السجن. والله يا عبد انت لو دخلت السجن يومين ما لا تطلع تقول تشكو الى الله. انما
مش انت اللي تنسجن يا امين يا حميدي ابدا، مش انت نحن اللي ننسجن. انت بتقولي عشان تنسجن علينا، انت بتفرفش الجمهور وبتحيط الجمهور، فانت تاخد دكتوراه. انما احنا بننسجن، ما تقولش اعلى من تنسجن. انا لو دخلت السجن الحرفي يومين هيطلع متاثر. اول ما قامت الثوره هنشوفه حد يتسلح شراع المسرح. كان في اغنيه اسمها ما خلاص اتحكمت، الحاله اتبدلت ولا اتحكمت ولا حاجه. ففرح صفوف قال ما خلاص اتسيبت والحاله اتبدلت. خدوه السجن الحربي جبت له حله، طلع يقول يا اما رامي حداد. لا خلاص خلاص، يبقى السجن يبقى